دشن تجمع الوحدة الوطنية حملة للتبرع بالدم تحت شعار دماؤنا واحدة، شهدت مشاركة واسعة من المواطنين، ودعا المشاركون في الحملة الجميع إلى ضرورة الإقبال على التبرع بالدم انطلاقا من المسؤولية الإنسانية والاجتماعية. انطلاقا من المسؤولية الإنسانية والاجتماعية، أطلقت تجمع الوحدة الوطنية حملة موسعة للتبرع بالدم حملت شعار دماؤنا واحدة، شارك فيها عدد من المتبرعين. استجبنا ولبينا نداء بنك الدم المركزي عندما دعا المواطنين للتبرع وسد النقص الموجود، ومن واجبنا الإنساني والوطني تجاه هذا الوطن الكريم ووفاء لأهله ومقيميه الشرفاء، استجبنا بمبادرة تحمل اسم دماؤنا واحدة. الحملة تأتي استجابة للنداء الذي أطلقه بنك الدم المركزي في الآونة الأخيرة، ودعا فيه جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى التبرع بالدم نظرا لنقص مخزون الدم بنسبة كبيرة. أوجه رسالة لإخواني وأخواتي من أبناء الوطن والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، إخواننا المرضى بحاجة لنا، فلا نبخل عليهم بقطرة دم. عملنا عمل إنساني تطوعي نبتغي فيه وجه الله سبحانه وتعالى وإنقاذ أنفس مريضة بحاجة إلى الشفاء والتعافي من المرض بإذن الله سبحانه وتعالى. دعوة أطلقها المشاركون في الحملة أكدوا فيها أهمية التبرع بالدم كمبادرة إنسانية بالدرجة الأولى تهدف إلى مساعدة المرضى وإنقاذ حياتهم. مقابل كل قطرة دم تتبرع فيها عزيزي الكويتي والمقيم على حد سواء، تنقذ فيها مئات الأشخاص اللي بحاجة للدم في مستشفيات الدولة. الكويت تحتاجك تبرع بدمك. هذه رسالة مباشرة نوجهها لكل مسلم على أرض الكويت.